طبعا محاور الندوة اليوم حتكون المحور الأول اللي هو صعوبات التعلم وعلامات كل صعوبة، والمحور الثاني اللي هو المخاطر الاجتماعية للطلاب صعوبات التعلم. الطالب في المدرسة يتعرض للكثير من الكلمات السيئة، من مثل إنهم يقولوا له إنه أنت ما تفهم، أنت غبي، ما منه رجاء، ما منك رجاء، مهما تعلم في المتعلم يصبح ناسي. هذه كلمات كثيرة يقولوها في المدرسة للطالب تحبط منه وتحبط من عزيمته وما تجعله يتقدم أبداً. وكمان ممكن يقولوا للأهل ابنك ضعيف، ابنك نساي، عمره ما راح يفلح، لازم تدرسوه في البيت، يحتاج مدرس خصوصي. كل هذه الكلمات يعني تأثر على الطالب، وإحنا هنا سميناها كلمات من رصاص لأنها تأثر عليه وتأثر على ثقته بنفسه وتأثر على حتى تطوره. في البداية بنعرف صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هي حالة مرتبطة بأعصاب دماغ الإنسان تؤثر على قدرته على تخزين أو معالجة أو إنتاج المعلومات، وأحياناً تكون تأثر في هذه المجالات كلها. في كمان شيء نستخدمه في حياتنا اليومية، لديه القدرة على التخزين والمعالجة وإنتاج المعلومات، شيء نستخدمه دائما. فمين ممكن يعني يعرف هذا الشيء اللي نستخدمه؟ ممكن يشاركنا صوتيا بس يرفع الهاند. شيء نستخدمه في حياتنا اليومية للقدرة على التخزين والمعالجة وإنتاج المعلومات، لأنه الطالب ذوي صعوبات التعلم إذا كان عنده مشكلة في التخزين أو المعالجة أو إنتاج المعلومات، هذا السبب حدوث صعوبات التعلم عنده. فهو يكون عنده أحد هذه المشكلة في هذه المجالات أو كم أي شيء. هذا الشيء اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية اللي هو الجوال، اللابتوب، كل هذه الأجهزة الإلكترونية لها القدرة على التخزين والمعالجة والإنتاج. فإذا حدث خلل في واحدة منها يحدث خلل في الباقي. فطالب صعوبات التعلم أو الشخص اللي عنده صعوبات تعلم يحدث عنده خلل في هذه المجالات، فبالتالي تأثر على الباقي، وهذا اللي يحدث معه. حنتكلم الآن عن أنواع صعوبات التعلم. عندنا ثلاثة أنواع من صعوبات التعلم: عسر القراءة، عسر الكتابة، وعسر الرياضيات. عسر القراءة يوجد في نسبة انتشار عسر القراءة في أي مجتمع بنسبة 15 إلى 20%. أما عسر الكتابة توجد بنسبة 10% في أي مجتمع. عسر الرياضيات اللي هو ديسكالكوليا يوجد في أي مجتمع بنسبة 3%، وهذه النسب يعني ما تعتبر قليلة. وإحنا عندنا في المملكة العربية السعودية أكثر من 500,000 طالب عنده صعوبات التعلم، وهذه يعني نسبة يعني مي قليلة، وتحتاج الكثير من يعني الدعم والتطوير والتعليم الجيد. فأحد أنواع صعوبات التعلم اللي راح نتعرف عليها اليوم اللي هي عسر القراءة. عسر القراءة معناه إنه الشخص اللي عنده صعوبات تعلم ما يكون واعي بالأصوات اللغوية، يعني ما يقدر يربط بين الحرف وصوته. فحرف الخاء والعين وكل الحروف لها صوت معين، يعني حرف الخاء كشكل له صوت اللي هو خاء، حرف العين له صوت، فحرف العين صوته عاء. فالطالب ما يقدر انه يربط بين انه هذا شكل الحرف وهذا صوته. عندهم ايضا صعوبه في تكوين يعني كلمه من مجموعه حروف. اذا اعطيته مجموعه حروف وتوقعت منه انه يعني يكون كلمه، هو ما راح يقدر يكون هذه الكلمه. عنده صعوبه في التمييز بين الحروف اللي متشابهه لكن مختلفه اختلافات بسيطه، زي الباء والنون، الصاد والضاد، العين والغين، القاف والفاء، ايضا التاء والياء. فممكن كلمه باب يقراها ناب، كلمه ترمي يقراها يرمي، كلمه صياد صياد. فهذه كلها مجموعه من الاحرف اللي هو يعني ما يقدر يميز بينها. في مشكله كمان اخرى تواجه الطلاب ذوي صعوبات التعلم، انه حتى لو كان يعني يقرا النص قراءه ظاهريه صحيحه سليمه خاليه من الاخطاء، ممكن انه ما يفهم النص اللي قاعد يقراه. يعني إذا سألته عن أي سؤال أو سؤال يعني عن النص اللي قرأه ما يقدر يجاوب عليه ولا يعرف إجابته.
عندهم مشكلة في تذكر علامات التشكيل، فممكن الكلمة يكون عليها علامات التشكيل كاملة لكن هو ما يقدر إنه ينطقها، ينسى يعني إذا كان عليها ضمة إنه لازم يضم الحرف، فكلمة كتب يقرأها كتب عادي من غير أي علامات تشكيل. ما يقدر يميز بين الألف واللام إذا وجدها في وسط الكلمة، يعني مثلا كلمة سيارة يقرأها سيلرا، وبعض التلاميذ يعني يخربط مرة بين الألف واللام إذا وجدت في أول في وسط الكلمة. وعنده أيضا صعوبة، يعني مجموعة من طلاب صعوبات التعلم عندهم صعوبة في التعرف السريع على الكلمات، ما يقدر يتعرف على الكلمة بشكل سريع، يحتاج وقت في تحليلها وتهجيها، وأحيانا ما يقدر يعني حتى يتهجاها أو يحللها إذا ما تدرب تدريب صحيح وكافي. هذا بالنسبة لعسر القراءة. أما بالنسبة لعسر الكتابة فمشكلة مختلفة عن عسر القراءة، وأحيانا تكون يعني زي ما تقولوا إنه إذا جاء عسر قراءة يصير في عسر كتابة، وأحيانا لا. الخطأ في كتابة وتهجئة الكلمات شائعة الاستخدام، ففي كلمات يعني تكون شائعة يقدر المفروض إنه يكتبها لكن لا يخطأ فيها، فمثلا كلمة هدف يضع ألف بعد الهاء، ألف بعد الدال، هذه كلمة دائما يخطأ فيها. كلمة قم يضع واو بعد القاف زي ما هو مذكور هنا، لأنه هو في على حرف القاف في ضمة، فهو يعتقد أنه بعدها في واو. عنده كمان عدم التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، وهذه يعني كثيرة جدا عندنا، نشوفها في تويتر، وأحيانا حتى وإحنا نتحادث مع أحد كتابة مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أنه ما يقدر يكتب، ما يقدر يميز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، فكلمة كتابة يكتبها بالتاء المفتوحة. عندهم أيضا الخطأ في كتابة الكلمات التي تبدأ باللام الشمسية. السبت هي لام شمسية، واللام الشمسية في أصلها إنه تكتب ولا تنطق، فهو هنا يكتبها أسبت من غير اللام. فأيضا حتى كلمة قراءة يكتبها قراءة بالشكل الخاطئ مثل هنا، ما يكتبها بالشكل الصحيح اللي هو هذا. النون والتنوين هذا كمان شائع جدا، إنه ما يميز بين النون والتنوين، فمثلا لعبة هي أصلا تنوين، هو يكتبها لا نون عادية، ففي خطأ شائع هو عدم التمييز بين النون والتنوين. وكذلك كلمة أهلا، هذه كثير يكتبوها أهلا بالنون. فهذا بالنسبة لعسر الكتابة وعسر القراءة. هذا فيديو شخص اسمه محمد السعدي من دولة الإمارات يتكلم عن مشكلته في صعوبات أو في عسر القراءة بالتحديد. خليني أقول لكم شيء، يمكنها أول مرة أقولها قدام ناس، يعني بس الناس القريبين مني يعرفونها. أنا شخص عندي شيء اسمه ديسلكسيا. الديسلكسيا هذا عبارة عن مرض تضارب الحروف، يعني مثلا مكتوب مثلا منتدى الإدارة الحكومية، ممكن أقراها منتدى السيارة، أي شيء ثاني ما أعرف. فواحد يقول لي وين جبت السيارة؟ مو موجود سيارة. انتبه حقها صح، ما في سيارة. وهاي المشكلة عندي وأنا طفل وأنا ما كنت أدريبها، عرفتها بس الحين من يمكن سنتين. أنا في حياتي ما قريت كتاب عربي كامل، في حياتي ما قريت أكثر من ورقتين أو ثلاث ورقات بالعربي. يعني هي بتبين لنا كنت تعرف إنجليزي؟ لا، بقبلكم شو سالفة الإنجليزي عقب شوية. المشكلة وأنا طفل لأن عندي هالمرض وأنا ما أعرف، فأحسن شهادة كنت أجيب فيها اللي هو أنا طلعت من المدرسة وعمري 13 سنة وكنت صف أول إعدادي ساقط، يدرسونا 6 مواد، أنا ساقط في 7 مواد، إلى أن وصلت لمرحلة أني خلاص ما أقدر، فطلعت من المدرسة عمري 13 سنة وعشر شهور، دخلت الجيش. ما دخلت مدرسة دراسية، لا، دخلت عسكري، اشتغلت الدبابات. أول ما دخلت الجيش، في الجيش ما كان عندك فرصة تكتب شيء أصلاً، ما عندك دخل مهارة ميدان، دخلوا كل شيء كلها، ما عندك قلم ورقة، لازم تحفظ. وأنا عندي البصر والسمع ممتاز كان، فكنت أحفظ الأشياء اللي يقولونه على طول أجاوب عليها، لأن عندي مشكلة الله يوم ياخذ عنك شيء يعطيك أشياء ثانية. فيوم ما كنت أقدر أكتب،
حتى الكتابة مالي تكون يعني شوي تعبانة. على فكرة إلا اليوم عندي القراءة، أنا ليش ما حط برزنتيشن؟ هي لأني والله لو حطيت لكم برزنتيشن لا كلكم تطلعون برا، بتملون ملل، بتقولون شو يقول هذا الريال. عشان هاتي لا يعجبني من نفسي أصلا يوم حد يقول لي تعال اقرأ. أنا كنت أتمنى أكون مذيع على فكرة، لكني ما كنت أقدر أكون مذيع إلا إذا بيقولوا لي يا ويحفظوني عقب بتكلمك موضوع ثاني. قصتي قصة بعد حتى باليوم كملت الدكتوراه مالي وشمت الهاي. المهم اللي صار هني إني بديت أتعلم. دخلت في الجيش، كملت 16 سنة في الجيش، دخلت في الجيش 23 دورة، أقل دورة جبت فيها الثالث على الصف. والحلو اللي في الموضوع إن كل الناس يقولون أنت ذكي، وايد ذكي محمد، أنت ما تكتب ما شاء الله عليك وكذي، إيه ذكي. وما يدروا أنا، وأنا بعد ما كنت أدري. إلا قبل سنتين أو ثلاث سنين كنت أتكلم مع واحد من الإخوان، فقال لي محمد أنت الكلام اللي تقوله صدق؟ أقول نعم صدق. شو الموضوع؟ قلت له كذا 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 كذا. قال لي أنت عندك ديسلكسيا. قلت له شو بعد هذا؟ قال لي عندك تضارب الحروف. أقول له صح هالكلام اللي قلت لك عنه؟ هذا الكلام مو موجود عندي في الإنجليزي. ليش؟ لأن الإنجليزي تعلمته تقريبا من 10 أو 15 سنة، فما عندي هالإشكالية. في عندي إشكالية بسيطة في الإنجليزي لكن مو مثل العربي. العربي عندي وايد مشكلة، وايد إشكاليات في الموضوع هاي كلها. وبالتالي التعليم بالنسبة لي أنا غير عن المدخل القرائي، عندي عن طريق العين وعندي عن طريق السمع، وأحب الاثنين هذيلا. الحين من ضمن هواياتي البحث في الأمور الكونية، وايد أحبها. تعرفون منو البروفيسور مالي أنا اللي درسني؟ ستيفن هوكينغز. ما حد يدرس ستيفن هوكينغز. أنا يدرسني وين؟ في التلفزيون في الديسكفري شانل، أجلس قدامه وأسمع النظريات اللي يقولها وأسمع الديبات اللي تصير من بين العلماء هذيلا كلهم. سؤالي الأول هو ليش كان بما إنه راسب جميع المواد، ليش رسب أيضا كمان اللي هي الرياضة والتربية الفنية؟ يعني هي مواد ما تحتاج دراسة، ليش كان راسب فيها؟ مين عنده إجابة يتوقع يشاركنا؟ ما في صح وخطأ يعني، اللي عنده إجابة ممكن يرفع اليد نفتح له المايك ويشاركنا. ليش محمد السعدي كان راسب في الرياضيات والتربية الفنية ورغم أنها ما تحتاج دراسة؟ وممكن تشاركونا كتابة اللي مو حاب يعني الصوت. في أحد عنده مشاركة؟ لأنه عنده صعوبة في الفهم، إحباط زائد تعميم، ممكن من الإحباط، نوع من أنواع صعوبات التعلم، أحبط أكيد. صحيح، هذه إجابات كلها صحيحة، لأنه أصلاً عنده صعوبات أو عسر قراءة، فكان في جميع المواد راسب. واللي خلاه يرسب ايضا في الرياضه والتربيه الفنيه انه كان محبط، فكان دائما يقولوا له كلمات محبطه، فما كان يقدر حتى انه يتفوق او حتى يعني يصير جيد جدا في المواد اللي هي الرياضه والتربيه الفنيه. وهذا يخلينا نستوعب اهميه الدعم للطلاب ذوي صعوبات التعلم، الدعم النفسي وضروره تعزيزهم باستمرار، بحيث انه ما يكون في مادة تأثر على المواد الثانية. إذا هو عنده مادة ضعيف فيها ما تأثر على المواد الثانية ويصير أيضا ضعيف. فهذه كانت مشكلة محمد السعدي، وأيضا في كثير طلاب عندنا نفس المشكلة اللي يواجهها، عدم التعزيز والإحباط. هذه كلها مشكلات تصب في تعليم الطالب وتصب في مستقبله وقبل كل شيء بنفسيته وثقته بنفسه. في سؤال ثاني اللي هو ليش هو نجح في العسكرية وما نجح في اللي هو التعليم العادي في المواد لما كان في المتوسط؟ ليش نجح في العسكرية؟ مين عنده مشاركة؟ أنا شفت أحد رفع الهاند بس لأنه شالها. اللي عنده مشاركة ممكن أيضا يكتب كتابة.
لأنها اشتغلت على نقاط القوة، شخصية سمعية بصرية، تطبيق عملي. ما شاء الله، صحيح. هم المعلمين أصلا ما فهموا مشكلته، صحيح، لكن هو ليش نجح في العسكرية؟ لأن العسكرية ما كان فيها تعليم، يعني ما كان فيها أي شيء كتابة، فكانت كلها تطبيق عملي، وهو أصلا في الأصل سمعي بصري، فهذا مشي معاه جدا يعني في العسكرية، وخلاه يتفوق حتى على زملائه. ممتاز، مشاركاتكم رائعة. ممتاز، تمام. الحين بنروح للصعوبة اللي بعدها، اللي هي عسر الرياضيات. عسر الرياضيات، الشخص اللي عنده عسر في الرياضيات يكون عنده صعوبة في التفكير الكمي وفي مفاهيم الأعداد مدلولاتها الفعلية، اللي هو الربط بين العدد والمدلول. فالطالب ذوي صعوبات التعلم ما حيقدر يربط بين إنه الرقم 5 المدلول، اللي هو مثلا 5 تفاحات، 5 أقلام، 5 كتب، إيش ما كانت، ما حيقدر يربط بين العدد ومدلوله. حيكون أيضا عنده صعوبة في معرفة الحقائق الرياضية كالجمع والطرح والضرب والقسمة، ما يقدر يجمع بسهولة، ما يعرف أصلا حتى معنى الرمز اللي هو الجمع أو الطرح، ما يعرف معناه، ما يعرف إنه لو شاف الزائد يعني يجمع، أو الطرح أو الناقص يعني يطرح. هذه كلها تكون صعبة عليه وبسرعة ينساها. عنده مشكلة أيضا في معرفة قيم الخانات، فمثلا الرقم 10 أو الرقم 15، الرقم 5 قيمته آحاد، الرقم 1 قيمته في العشرات، فهو ما يعرف قيم الخانات، التسلسل التصاعدي والتنازلي للأرقام، ما يستطيع إنه يعد تنازليا أو تصاعديا. أيضا إذا أعطيته رقم عشان يقرأه أو يعني يقرأه، ما يقدر يقرأه بشكل صحيح. الرقم 23، 64، بشكل عام الأرقام اللي كان فيها أكثر من خانة حيكون صعب عليه إنه يقرأها أو يعرف يقرأها، يعني إنه هو أصلا حتى الأرقام العادية المفردة اللي هي 1، 2، 3، 4 يكون يتعرف عليها، ويا دوب يتعرف عليها، وكمان بتكون صعبة عليه. فبالتالي حتى الأرقام اللي تكون أكثر من خانة بطبيعة الحال يعني حتكون أصعب. حتى الحقائق الرياضية مثل عمليات الضرب والعمليات أو الجداول الضرب، كلها تكون بشكل عام صعبة عليه. عنده مشكلة في التمييز بين الأرقام المتشابهة كتابة، يعني تكون زي 2 و6 متشابهين كتابة لكنهم مختلفين في الاتجاه، فهذا يكون صعب عليهم إنهم يميزوا بينهم. أيضا إذا جاي يجري عملية حسابية وكانت الأرقام تحت بعضها زي كذا، إذا كانت بشكل عمودي يكون صعب إنه يجري العملية الحسابية. أيضا عدد من التلاميذ عندهم مشكلة في التمييز بين الأشكال الهندسية، خاصة إذا كانت متشابهة زي المربع والمستطيل متشابهين، فبالتالي يخربطوا بينهم، ما يقدروا يميزوا بينهم. الدائرة والشكل البيضاوي، أيضا الأطوال والأوزان، كل هذه العمليات اللي تحتاج مقارنة ما يقدروا يعني يميزوا بينها أو حتى يتقنوا هذه المهارة. عندهم مشكلة كبيرة ذوي عسر الرياضيات في الذاكرة، ما يقدروا يتذكر، عندهم سرعة يعني سرعة نسيان الأرقام، كيف يجري العمليات الحسابية ينسى كيف يجري، حتى لو كان يعني متعلمها أمس ممكن اليوم هو ناس الطريقة تماما. عمليات الجمع، عمليات الطرح، الضرب، القسمة، كلها إنه ينساها، وجداول الضرب أيضا ينساها، يعني حتى لو حفظها ممكن بشكل سريع إنه ينسى الجدول. فهذا بالنسبة لعسر الرياضيات، مشكلات صعوبات التعلم وأنواعهم، يعني هي 3 أنواع هذه. أحد يعني المشكلات اللي تعرضوا لها التعليم عسر الرياضيات، عسر القراءة وعسر الكتابة، مشكلات يعني قوية وتأثر عليهم تأثير قوي، لكن هي تظل إنها نقاط ضعف. وكل شخص أو كل شخص عنده صعوبات تعلم أكيد عنده نقاط قوة مثل ما عنده نقاط ضعف. فعندنا كثير من المشاهير اللي
كان عندهم ديسلكسيا عسر قراءة، كان عندهم ADHD اللي هو فرط حركة وتشتت الانتباه، لأنه فرط الحركة وتشتت الانتباه أيضا يكون يعني يصير مصاحب له صعوبات التعلم. هذه مجموعة من المشاهير اللي عندهم صعوبات تعلم، سواء كانت ديسلكسيا أو ADHD. فمثلا ألبرت أينشتاين عنده ADHD، جيم كيري هو ممثل أيضا عنده ADHD، والقائمة تطول. كمان في هنا جاك نيكلسون ممثل أيضا عنده ADHD، بيل جيتس، في كمان تومي كروز عنده ديسلكسيا، ستيف جوبز عنده ديسلكسيا. فما الشخص إذا عنده نقاط ضعف، سواء كانت عسر قراءة، عسر رياضيات، عسر كتابة، مهما كانت قوية أكيد عنده نقاط قوة. نقاط القوة أكيد لو أنه اتعلم صح أو اتطور صح راح يوصل المرحلة ممتازة. نقاط القوة مهمة جدا، لأنها يعني تدفع الطالب نفسيا يصير يعرف أنه عنده نقاط كويسة زي ما عنده نقاط ضعيفة. فهذا بالنسبة للمشاهير يعني. وفيه ترى كثير مرة أشخاص كان عندهم صعوبات تعلم وتفوقوا.